وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين، ما خاب والله من تمسك بكم، وأمن من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. إن تكن جازعا لها أو صبورا فلياليك حكمها أن تجورا، تصحبا كالضدين ما دمت حيا، نوبا تارة وطورا سرورا. ربما استكثر القليل فقير، وغني بها استقل الكثير. فكأن الفقير صار غنيا، وكأن الغني صار فقيرا. فحذاري 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 من مكرها في مقام لست فيه تحاذر المحذور. نذرت أن تسيء فعلا، فأمست في بني فاطم تؤدي النذور. حديث مشهور نقرأه كلنا، وربما يقرأه العالم والجاهل على حد سواء، وهو حديث عن النبي صلى الله عليه وآله لا يختلف في صدوره عنه اثنان، وهي قوله صلى الله عليه وآله: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. شنو معنى هذا الحديث؟ الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. طبعا احنا لما نقرأ الحديث هذا نؤوله او نفسره بتفسير ضعيف، تفسير حسب ما نحن فيه وحسب طموح أنفسنا. بعبارة أخصر نفسره بتفسير مادي، والتفسير المادي في الواقع ما ينطبق على معنى الحديث. ليش؟ لأن الرد عليه موجود في أحوال الناس. احنا عندنا طبعا لما نقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، يعني أن الكافر
تشوفه دائما غني مرفه مرتاح واسع الصدر منشرح البال فهو في جنة، بينما الفقير لا، صير فقير مهموم مغموم، هذا نسميه في سجن. الواقع هو مو هذا تفسيره. واحنا نسمع طبعا في ذكر الإمام الحسن هذا الحديث قد يجي أنه التقى يهودي بالإمام الحسن والإمام الحسن في أحسن حال. والإمام الحسن طبعا مكانته الاجتماعية عزيز الجانب، الإمام الحسن مو واحد نكر ما حد عرف، الإمام الحسن ربيب حجر النبي، زين، يعني أنه ماكو مسلم على وجه الأرض بذاك الوقت إلا ويعرف الإمام الحسن. سبق أنه أحيانا يشخص أو أحيانا عرف بصفاته ونعوته شيء، أفرض يماني ما شاف الرسول لكن يعرف على أن الرسول عنده ولد يسمون الحسن وهو عنده في غاية المكانة والكرامة، فهو في الواقع عزيز الجانب على كل حال، بالإضافة إلى أنه متسع الحال بالنسبة للمادة، متسع الحال، يعني ما كان فقير الإمام الحسن الواقع. وأهل البيت بصورة عامة مو فقراء، أهل البيت أغنياء، أهل البيت مو فقراء. من وين الإمام الحسن يعطي؟ يوقف على فد واحد يقول لم يبق لي شيء يباع بدرهم ينبئك عني، منظري عن مخبري لم يبق إلا ما أوجهي صنته ألا يباع وقد وجدتك تشتري. يعطيه مثلا دراهم يقول له قم انظر ما في الخزانة واعطه، ثم بعد ذلك يقول له عاجلتنا فأتاك وابل برنا والله لو أمهلتنا لن نقصري، فخذ القليل وكن كأنك لم تبع ما صنته وكأننا هذا ما يسويها فد واحد فقير ما سوى الحجي. زين، يصعد المنبر مثلا، واحد قاعد هناك عند الباب يشيل ورقة أو هاي جلد رق هذا مال الجلد شيله حطه كذي وقاعد عند الباب، الناس كلها جالسين قاعد الشكل، يلتفت لقنبر يقول لي أتني بهذه الرقعة، يتناول الرقعة يقراها، يلتفت لقنبر يقول لي أنظر ما في الخزانة واعطيه ما فيها، يعطيه 18,000 درهم. زين، فد واحد من الجالسين، لأن رقعة عند الباب وهذا الإمام الحسن هنا، يروح قنبر يعطيه، من الجالسين قال ما أعظم بركة هذه الرقعة على صاحبها. الإمام الحسن سمع قال يا هذا بركتها علينا أكثر، بركتها على صاحبها مادة فلوس اليوم عنده باش يتخلص يخرجها، لكن بركتها علينا أكثر. قال سيدي ولم؟ قال لأنه وجدنا أهلا للمعروف. شكبرها، لأن ترى مثل الإمام الحسن وأمثاله عدهم المعنويات أفضل من الماديات، مادة شنو؟ معنوية. شاهد، فالإمام الحسن يعني مو واحد فقير، عنده أوقاف، عنده صدقات إله ولأبيه، وعنده 7 حوائط للسيدة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، 7 حوائط، هذه مما دخل عليها من أموال المخيرق، مخيرق واحد من الرهبان، رهبان فدك، هذا أسلم وما كان عنده أحد، وحتى لو عنده أحد أيضا باعتباره مسلم حرم ماله على الكافر، حتى لو عنده أولاد وعنده أحفاد وعنده عشير لكن كفار يهود أو نصارى خلص، وهو مسلم ما يرث الكافر المسلم، العكس يصير، لكن الكافر يرث المسلم ما يصير. زين، فعنده 7 حوائط، أسلم، وذاك الوقت الناس يتجهزون إلى واقعة أحد. قال يا رسول الله إني رغبت في الإسلام، وراهب وعند علم وعند معرفة واطلاع بالكتب السماوية ونعوت النبي وصفاته وحركة تودينه، أسلم الرجل عن قناعة، يعني مو أسلم الشكل بدافع مادي أو بدافع شهوي كما عليه الكثير اليوم، لا خير، يعني أسلم بقناعة قلبية بقناعة علمية،
مو فرق. واحد تشوفه يسلم عن قناعة علمية، هاي تزول الجبال الرواسي ولا يزول، لو يقتل ما رجع عما عزم عليه. بينما واحد لا، قد يسلم لكن بقناعة مادية، يعني فد واحد أغراه بفلوس بثروة بمساعدة بكذا بأخوة بصداقة بزوجة ما من النوع هذا، لا هذا مو الشكل. هذا أسلم عن قناعة علمية، يعني من يعني معناه إسلام، من إسلام جذري، يعني إسلام ما أخذنا من كتب سماوية مما علم. قال يا رسول الله أنا أسلمت وأنا أحب أن أشارك المسلمين فيما هم فيه من الجهاد، وهذه مستندات أملاكي كلها عندك، فإن أنا عشت فهي لك، وإن أنا استشهدت ورزقت الشهادة فهي لك. وطلع ويا المسلمين وقتل، وعادت هاي السبع الحوائط إلى، يعني سبع دوالي. النبي صلى الله عليه وآله سوى حولها كلها إلى فاطمة. ايش معنى ليش؟ ليش حولها فاطمة؟ لأن أولا على أن هذا مما لم يوجف عليه بخير ولا ركاب، وشرعا يعني القرآن الكريم ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول، ما أكو على المسلمين ما أكو. هذا الفيء يعني البلاد اللي تسلم بدون حرب وبدون قتال هاي للنبي. وكذلك لو اجى واحد وهب بيته وهب بستانه وهب كذا هو للنبي، يتصرف به النبي كيف شاء. زين ليش عطى فاطمة؟ عطى فاطمة لأنها ابنته؟ لا مو لأنها ابنته، أولا لأنها تمثله في العطاء، تمثله في الكرم. يعني أن فاطمة لما سر عندها مثل هذا المال الكثير ما تستأثر بل نفسها على غيرها، يعني يصير مسلكها فيه كمسلك أبيها رسول الله. هذا من جهة. من جهة ثانية على أن الله تبارك وتعالى أشار في كتابه المجيد لإكرام الأبناء كرامة لآبائهم، وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان أبوهما صالحا. يعني احنا الآن انت يا خضر وانت يا موسى نريدكم تصلحون هالجدار وتقيمون وترممون حتى يبقى أكثر مما ينبغي أن يبقى، حتى يبلغون الطفلين ذولا يتيمين في المدينة يربونهم، أبوهم كان صالح فإحنا بنحفظهم كرامة لأبيهم. النبي أيضا يقول المرء يحفظ في ولده. زين خديجة بنت خويلد هل قصرت في نصرة النبي؟ بذلت جميع ما في وسعها ماديا ومعنويا، ما تركت شيئا في يدها. فأراد النبي صلى الله عليه وآله مثل ما قال يلتزم، إذا أمرتكم بأمر كنت أسبقكم عليه. يعني هو ما دام يقول المرء يحفظ في ولده، وهذه فاطمة بنت من؟ بنت خديجة، وخديجة مو كونها زوجة، كونها من أبرز أنصاره، يعني بذلت جميع ما عندها. شاهدي مو هذا كله، ترى جاي حشك بالعارض، بس أريد أقول الإمام الحسن والحسين قصة 500 نخلة الذي أوقفهم الإمام أمير المؤمنين مع عينين البنيزر والبغيبغة، هاي كتبها أمير المؤمنين، وقف يصرف على مصالح المسلمين وليس لأحد حق أن يتصرف فيهما إلا الحسن والحسين، فإنهما مني وأنا منهما. بس فعند البغيبغة وخمسمائة نخلة وأوقافا لاستجدها وسبع حوائط، فلح الإمام الحسن غني يعني مو فقير، الإمام الحسن أغنياء. زين فكان صدقات هاي كلها، هل تسمع هالعطاءات كلها صدقات؟ وترى احنا لما نقول صدقة مو يعني صدقة لازم على فقير، لا والله مو قصة فقير. والله اعتقد كما يأتي في الحديث إماطة الأذى عن طريق المسلمين صدقة. تعرف يعني تمر في الشارع هذا وتشوف غرشة مكسرة، غرشة ما في بس مكسرة،
انت الان تتنكل لمقامك وتتنكل الى مثلا كرامتك التي تزعمها وتحول وتلايم الكزاز وتحطه في شيء وتتحي عن الطريق حتى يصير طريق المسلمين امن وسالم، ما حد يصوم ما حد يتعطب، هذه يسمونها صدقة. يسألك واحد مسألة تريد جوابها صدقة، يسألك أحد عن دليل عن يستدلك عن الطريق صدقة. اعتقد الصدقات يا أخي، مو غني إمام الصادق سلام الله عليه، ترى أنا ما أدري ساعات ما أدري يجيني في الأشياء، عندي موضوع لكن أطلع عنه بعد نرجع إن شاء الله. الإمام الصادق سلام الله عليه دخل عليه واحد قال له سيدي، قال له نعم، قال له ترى أنا من بلاد كذا وأنا رجل من أهل الخير، يعني أنا مو فقير، أنا مو جاي أطر، أنا رجل من أهل الخير، لكن أنا انقطعت بي نفقتي وأنا بالعراق هنا وأنا بلادي بعيدة عن العراق، فما أريد بعد السول يا جماعة عينوني وسلفوني وأنا رجال معروف بالثروة والغنى وكذا، فهل لك، لاحظ، فهل لك أن تعطيني ما يوصلني إلى بلاده وأتصدق به عنك هناك؟ يقول الإمام الصادق أنا مو محتاج، أنا مو فقير. يقول الإمام الصادق أنا مو يعني جاي أطلب من عندك نفقة لأني فقير، مو فقير، أنا في بلادي غني لكن أريد أرجع على بلادي وما عندي نفقة، فهل لك أن تعطيني ما يوصلني إلى بلادي وإذا وصلت إلى بلادي تصدقت به عنك؟ أبدفع صدق عنك. الإمام سكت، قال تمهل، يقول أبو حمزة التمالي، ودخل الإمام وأخذ صره وضع فيها، لا أذكر 18 أو 16 ألف درهم. سوى الإمام، اجوا مديدة من فوق الباب، قال أين فلان، وين صاحب الطلب؟ قال نعم، قال تفضل، مد إيده من وراء، قال خذها وانصرف، ما لا تقعد، خذها واطلع، ولا تتصدق بها عني فإنها هدية مني إليك. أخذها وطلع. لما دخل الإمام قال له أبو حمزة، سيدي ليش هالفعل؟ الرجل ما قال لك أنا فقير، الرجل قال لك أنا غني، ويعني الواقع جاي يستعينك وانت الآن بتسوي معروف، ليش بعد تمد من فوق ما يشوفك ولا تشوفه؟ قال يا أبا حمزة، لئلا أرى ذل المسألة على وجهه، ما أريده ولا أمضي باكر الصدق عني، خلها إليه، هي هدية من عندي. هذه يسمونها صدقة، قضاء حاجة لمؤمن صدقة. شاهد، فصدقات أمين أمين كثيرة. فالإمام الحسن يا أخي مو فقير، أولا مو فقير ماديا، غني ماديا وغني معنويا وعزيز الجانب وإليه مكان اجتماعي وإليه ثقل في الدين وإليه ثقل في النسب، فهو من جميع جهاته في الواقع غني. يلتقي ويا هذا اليهودي، يهودي ممشق ثيابه، يمكن مكانه بعد حجرة أو كبر أو شيع من طين متهتول، يمكن إذا أراد العشاء يطلب له عشاء مكان لا مكان، ما عنده شيء. يلقى الإمام الحسن وإذا هو يمشي في جماعة في أصحابه من بني هاشم وعلى مهرة وعليه جبة من قز وعليه عمامة خضراء هاشمية، يلتقي ويا الإمام، هذا جاي وهذا جاي، أوقفه قال له أبا محمد؟ قال له نعم. قال له حديث عن جدك أسمعه، لأن أنا أعيش في المدينة وأسمع حديثكم. قال له حديث عن جدك رسول الله أسمعه. قال له ما هو؟ ما أدش فيها سماعة. بلي. قال له حديث عن جدك أسمعه. قال له ما هو؟ قال له يقول أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، بينما أرى الأمر بالعكس. شوف لاحظ، هذا يفسر الحديث تفسير مادي مو تفسير معنوي مو تفسيره.
الإمام الحسن في الواقع إمام، أجاب بجواب يقنعه من جهة ويشير إلى المعنى من جهة أخرى. لاحظ، قال يا أخ اليهود لو كشف الله لك عن بصرك ورأيت ما أعد الله لي في الجنة لعلمت أني في سجن، ولو كشف الله لك عن بصرك ورأيت ما أعد الله لك من العذاب لرأيت أنك في جنة. شوف لاحظ، يريد يقول له ترى القصة مو قصة مادة، انت تفسر الحديث بتفسير مادي، الغني المترف المعروف الشخصية اللي عنده ثروة ما ثروة واسعة هذا تعتبر انت في جنة، والفقير اللي ما يحصل طعمة ولا يحصل غدا الا بتعب، ولا يحصل عشاء الا بتعب، ولا يحصل لباس الا بطرارة، ومكان اللي يأوي اليه متهت ولا تعتبره في سجن. قال له لا، قال له تعرف هذا النبي شو يقول؟ يقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. يعني لو انت تؤمن بالله واليوم الاخر عندك ما عندي من الايمان والعقيدة في ان وراك حساب وعقاب ومناقشة وعذاب وجنة ونار وقيامة وتطاير كتب وصراط وميزان وكذا، كان لا كان تعتبر نفسك في جنة لانك كافر، كافر ما تحسب لهذا حساب. بينما انت لو بينما انا صح غني في الدنيا غني، لكن مع ذلك في سجن. شو يريد يقول حسن؟ يريد يقول ما دام الرجل مؤمن لو يصير في ملك سليمان بن داود بعد في سجن، خلص في ملك سليمان. يعني سليمان ملكه مو ملك مادي صرف، الآن الملوك الموجودة من أول الدنيا إلى آخرها يا أخي ملكهم ملك مادي صرف، بينما ملك سليمان معجزة، يعني استولى بسلطانه أحاط سلطانه على أشياء لا يمكن أن يحيط بها سلطان أحد من البشر، ولا ذي القرنين الإسكندر أكثر من ذي القرنين، لأن يا أخي سلطان سليمان بن داود على الريح، سلطان سليمان بن داود على الطيور، سلطان سليمان بن داود على العفاريت، سلطان سليمان بن داود على الجن، سلطان على البساط، سلطان على السحاب، سلطان على النمل، سلطان على الحيات، سلطان الكل يرجف الكل خايف. انت متى شفت الان من صارت الدنيا الى الان هل رأيت ان غنمه او هدهد او طير او جني يخاف من ملك من ملوك الدنيا؟ الا سليمان بس. ليش؟ لان لاحظ، لان الله تبارك وتعالى نقل حكاية عن سليمان فقال هب لي ملكا لا ينبغي، لاحظ، ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. ايش معنى؟ الله يلعن الحجاج. الحجاج ما انه مادي صرف، مال بيزات وذهب وفضة وكراسي وبيوت وذاك وتشريفات، هذا اتهم سليمان بالحسد، يقول ما احسد سليمان، اما ذكر الآية قال ما احسد سليمان. ليش؟ قال إيه؟ لانه اراد ان يقصر الملك عليه. لا يا اخي، سليمان مو هذا قصده. سليمان ما قال الله هب لي ملكا لا تهبه او لا تعطيه لاحد من بعدي، ما قال كذي، قال لا ينبغي. يعني مثلا افرض هالصاية هذه نقول لا ينبغي ان يلبسها الا خطيب او ملا، اي معنى صح، هي صاية يقدر يلبسها اي واحد، لكن لا ينبغي لأنها علامة أو لأنها صورة يعرف بها الخطيب ويعرف بعالم، هذا معنى صح. فسليمان شريد يقول لا ينبغي، يريد يقول أنت يا رب خصصت كل نبي بمعجزة، كل نبي عطيته معجزة، إبراهيم برت إليه النار وجعلتها بردا وسلام،
نوح حطيت سفينة توها صناعة بدائية، وإذا أعطيت من الإعجاز ما قد سلم الله سفينة في تلك الأمواج التي كالجبال من الغرق. زين، وهكذا أعطيت موسى ابن عمران العصا مثلا، أعطيت عيسى ابن مريم اليد الباء، أعطيت عيسى إحياء الموتى إبراء الأكمة. أنا أريد تجعل معجزة ملك لا ينبغي لأحد إلا لنبي مثلي، نبي مثلي لا ينبغي، لأن ماكو ملك بيملك يا أخي عفاريت وبيملك جن وبيملك حيوانات والكل خاف، الحية تخاف، النملة تخاف، نملة تمشي هالطول ما تدرك بالبصر، بالبصر ما تدرك. وسليمان في موكبه على خيله وأفراس وجند وكذا، وإذا أتصرخ ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنود، هذا هو الثاني خوف، يعني معنى عندها شعور بسلطان سليمان عليها. ثم سليمان ايش معنى يتبسم ضاحك من قولها؟ يعني معناه بلغ الله صوت تلك النملة اليه، معناه ايش؟ معنى حتى الريح مسخرة، حتى الريح تشتغل شرطة، ماكو ملك جدا. ملك يا اخي طائرة سليمان، الطائرة اللي يطير فيها، المركوب اللي يروح يجيب يقطع فيه المسافات، واذا هو بساط، هل بساط يتحمل 30,000 كرسي؟ وين انت 30,000 كرسي؟ وين توديها 30,000 كرسي؟ وين توديها؟ زين، هل بساط زولية بتشيل له 30,000 كرسي؟ هذا وش يحملها؟ والله ما حسعه ولو يدنون شاء. اللهم عجل فرج ولي أمر زماننا القائم المؤمن، جزاكم الله خير. ملك سليمان بن داود صلى الله عليه وآله، ملك سليمان بن داود معجزة لا ينبغي، يعني ملك لا يتناسب إلا مع من هو مثلي، هذا معنى لا ينبغي لأحد بعضها، يعني ملك لا يتناسب إلا من هو مثلي، يعني من اتصف بصفة نبي كريم كلفته بالنبوة والرسالة، أي معنى. زين، فتلاحظ يا أخي الحجاج بن يوسف لأنه ينظر نظرة من زاوية مادية فقط، فعليه أن قصة الحديث الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر مو يعني جنة غني والفقير في سجن، مو هذا. المؤمن في سجن في هذه الدنيا ولو أعطي ملك سليمان بن داود وملك ذي القرنين سجن. ليش سجن؟ إيش معنى سجن؟ يعني دائما عند 1,000 حساب وحساب، ما دام هو مؤمن له، ومؤمن يؤمن على أن هالحياة مي مستقيمة، يؤمن على أن هالحياة بعدها قبر، وفي القبر طبعا عصرة وضيق وظلمة، ويؤمن وراء حساب، ويؤمن وراء عقاب، وراء ثواب، وراء صراط، وراء يحشر على أرض كالقير، ويؤمن بقول الله إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى، يؤمن إنها ترمي بشرر كالقاص كأنه جمالة صوف، يؤمن بتطاير كتب، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا،
وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه بشماله فسوف يصلى سعيرا. إلى يؤمن بهذا كله، هذا اللي في قلبه حتى لو عند ملك الدنيا يحترق من الخوف، يحترق. إذن فهو في سجن. متى يطلع من هالسجن؟ يطلع من هالسجن إذا خرج من هذه الدنيا ورأى ما يسره. يقول خلاص إن عرف طريق لاحظ، يصير مطلق، يعني مثل الواحد اللي طالع من سجن. ولذلك لاحظ النبي يقول الدنيا سجن المؤمن، أما الكافر اللي في جنة. ليش في جنة؟ لأنه ما عنده شيء، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، هذا هو. ولذلك ما يبالي ياكل حرام حلال، نهبة يزني، ما يحصل وش تشتهي نفسه يقدر يتناول، يتناول بقوة بحيلة بخداع ببوق بأي شيء. ليش؟ لأنه ما يؤمن وراه بعد حساب، وراء عقاب، وراء مسألة، وراء مناقشة. فهو يعيش في جنة وإن كان فقيرا، والمؤمن يعيش في هذه الدنيا في سجن وإن كان غنيا. إذن فالدنيا سجن المؤمن يا أخي، ما قال سجن الفقير ولا قال جنة الغني. هو لو قال الأمر هكذا، إن كان قال الغني في الدنيا في جنة والفقير في الدنيا في سجن، قال كذي. لا، يقول المؤمن سجن المؤمن، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، لأن المؤمن دائما وأبدا عنده ألف حساب وحساب. وطبعا يكثر خوفه كلما صلب إيمانه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. لو عندكم علم يقيني بحيث تتخيل أنك في نار إن ارتكبت إثما، وتتخيل أنك في نعيم إن ارتكبت أنك في جحيم إن ارتكبت شرا، وأنك في نعيم إن ارتكبت خيرا، تتخيل هذا تصير عندك علم يقيني. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. لاحظ أمير المؤمنين يقول لو كشف لي الغطاء مزددت يقينا. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها، مو علم اليقين، عين اليقين. يصف أمير المؤمنين أهل اليقين وأهل الإيمان القوي، يقول فهم والنار ومن قد رآها، فهم فيها معذبون، وهم والجنة ومن قد رآها فهم فيها منعمون. يعني وإذا مر بآية وشاف فيها التهديدات والوعد والوعيد، زين، إنها ترمي بشر كالقصر عليها 19 لواحة للبشر، لما يمر بهالآيات هاي وإذا هو يحترق من الخوف، يحترق من الخوف، فلا يستقر له قرار إلا بعد أن ينكشف له عن ذلك العالم. فإذا انكشف له عن ذلك العالم، بطبيعة الحال كل واحد بيتحول فكرة بحسب ما يلاقي. أما الكافر كان يظن على أنه من أهل رحمة الله وأهل رضوانه، لما عند من النعيم ولما عند من السلطان ولما عند من سعة الحال ولما عند من التشريفات المجتمعية ولما عند من الرئاسة، لكن إذا كشف له عن لوحة ذلك العالم ورأى ما أعد الله له لا يتغير الحال، فتجده ينازع ملك الموت نفسه منازعة،
يعني ملك الموت يريد يسحبها وهو يريد يسترجعها. لاحظ منطق مثل هذا في القرآن. لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. تعرف لولا شنو هذه؟ هاي لولا يقولون تحضيض. ايش معنى تحضيض؟ يعني أنه يحض الملائكة الموكلين بنزع روحه على أن يرجعوه إلى الدنيا ولو بره من الزمن. يقول أنا كم عشت 40 سنة؟ لا والله ما أريد 40، عندي أموال وصناديق ومظالم عباد، وعندي غاصب ناس كثيرة، وأم بأصالحهم، وأم بأوصل أولادي، وأم بأسوي، وأم بأفعل، وأم بأرتب أموري، وأم بي وأم بي وأم بي. فرجعوني ولو وقت قصير، يعني ولو وقت مقدار 2 سنة حتى أعدل حالي، وبعد ذلك لا خذوه سووا اللي بيسووه. لا مو لازم 4-5 سنين 2 سنين، مو لازم 2 سنين 1 سنة، مو لازم 6 أشهر. يجيه الجواب ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. آية أخرى، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فتشوف عند منازعة هي ملك الموت، ملك الموت يريد أن يستخرج روحه ويستخلصها من جميع بدنه، وهو يريد أن يسترجعها. يقولون نازع، منازع أكو بينه وبين ملك الموت. ولذلك مثل هذا يقول أمير المؤمنين: روحه ترفرف على جسده، وعندما يطرح على المغتسل ليغسل تخاطب الروح الغاسل وتقول رفقا به، فوالله ما مررت بعرق إلا انقطع من شدة المنازعة، ما مررت بعرق إلا انقطع، وما مررت بعظم إلا انصدع. هذا بينما الثاني له ثاني مو الشكل، الثاني يجود بنفسه. معنى يجود؟ الإمام الحسن على فراشه يجود بنفسه. نعرف الجود لو ما نعرفه، كنا نعرفه. جاد بالشيء يعني تكرم به، أعطاه يعني عن قناعة، جاد به يعني أعطاه. مفرق أحيانا مثلا أفرض هذا خاتم بيدي تنازعني بمنازعة قد تنجرح يدي، بينما أنا إذا أنزع وأعطيك إياه لا أبدا، لا أنا أنجرح ولا أنت تطال. يعني يجود به. فالمؤمن يجود بنفسه. وطبعا الجود بالنفس، الجود بالنفس من المؤمن ليقينه بما أعد الله له. الله يرحم السيد إسماعيل الحميري على الفراش في آخر أيامه، طبعا رجع لأهل البيت وأنشأ الأشعار في مدحهم ببركات الإمام الصادق سلام الله عليه، وإلا كان كيساني وكان زيدي وكان 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 طالب ظالم. في الأيام الأخيرة رجع وأصبح من شيعة الإمام الصادق سلام الله عليه. هذا طبعا مسجع على الفراش، وجماعة كثيرة ومختلفين في أمر، واحد يقول أشعري، واحد يقول كيساني، واحد يقول زيدي، واحد يقول رافضي، واحد يقول كذا، واحد يقول حنفي. أو تعرف الجماعة وشاعر وأديب والناس مجتمعة عنده. يقولون فنزلت على جبهته نقطة سوداء حتى أخذت تكبر، فاكتسى وجهه بالسواد وأغمي عليه. ثم نزلت مكان تلك النقطة نقطة بيضاء، فلا زالت تنتشر إلى أن أشرق بالنور، أشرق وجهه بالبياض، فتح عينه. هذه آخر أبيات قالها. قال كذب الزاعمون، كذب الزاعمون أن عليا لا ينجي محبه من هناتي، قد وربي دخلت جنة عدن وعفا للإله عن سيئة.
شاهدي هذول يعني هالمؤمنين متى يعرف نفسه ويعرف طريقه؟ إذا نزل به الموت. ولكن قل لمن هذه ما تحصل هالمتعة وهاللذة إلا عند شيعة آل محمد. وترى مو قصة احنا نقولها تعاطف فقط يا أهل البيت، لا، القرآن والكتاب والعقل كلها معنا. يعني مو قصة تعاطف، شنو أنا أخوي الإمام الصادق جدي علي بن أبي طالب، أنا إمامي وأنا ما اتخذت إمام إلا بأن بما أني عبد لله والله أمرنيش من طريق رسول أنا اتخذت إمام. فيا أخي أنا لما نقول هالحسين مو تعاطف مع أهل البيت، لا أخي، لكن إنجيل الكتاب والسنة والعقل والوجدان. وطبعا يا أخي الآن احنا في القرن الخامس عشر هجري، الآن تجد أن جميع الدلائل تدل على أن القادة الشرعيين الذين يدلونك إلى مرضات الله ويأخذون بيدك إلى النجاة من أهلك هم محمد وآل محمد بلا منازع. ولذلك تجد أن الشيعة يختلفون بالنسبة إليهم، تجد بعضهم الموت عند ألذ من العسل المصفى في سبيل نصرة الإمام. يا ميثم كيف بك إذا دعيت، على وياك باكر ما أنا وياك، كيف بك إذا دعيت إلى البرامني؟ قال والله لو قتلت وأحرقت وذريت في الهوى هكذا يفعل بسبعين مرة ما تبرأت منك. قال إذن كأني بك تصلب عاشر عشرة أقربهم من المطهرة، يبقر بطنك ويقطع لسانك ويفور الدم من منخرك ثلاث أيام وتموت. قال لي على سلامة من ديني، ديني سالم ما عندي زلة. قال لي قال إذن لا أبالي اللي يصير اللي يصير. ليش؟ لأن هذا ذاق حلاوة الإيمان بأهل البيت، ذاق حلاوة الإيمان بأهل البيت. يسأل ابنه وهو مصلوب على الصلابة مشفت من رجلي إلى حلقة مشفت، يقول له أبا كيف أجدك؟ قال يا بني تجدني كأني بين زحام الناس، يعني كنا ناس واجد ولا أمشي بأمشي مو أكثر، ما عندي أي ألم كلفني. ليش ما عندي أي ألم؟ لأن حلاوة معرفة النتيجة، حلاوة معرفة النتيجة لاتصاله بأهل البيت هونت عليه ما يجده من آلام ذلك الصلب وما يتهدده به الطاغية بن زياد. وعلى هذا كانت شيعة آل محمد. يقول لزهير بن لقين إلى عابس بن شبيب، يقول لعابس إلى أين ماضي بهذه الحالة؟ وين رايح؟ رأس مالك عاد عمامة وقميص سراويل ورايح لحديد وعم. قال نعم دعني حب هذا أجنني، هذا هالواقف هذا لأن أريد أمشي. زهير بن لقين البجلي وبرير بن خضير الهمداني يمزح أحدهما مع الآخر، يقول له يا أخي ما هذه ساعة باطل؟ قال والله لقد علم قومي أني ما عرفت الباطل شابا ولا كهلا. قال إذن ما هذا؟ قال والله ما بيننا وبين معانقة الحور العين إلا أن تميل علينا هذه العصابة سيوفهم، وليتهم قد مالوا علينا الآن، يا ليتهم يجون كلهم يقطعونا الآن. هالشكل حب. دمستاني يقول يحسبون البيض إذ تلبس فيض الكلل، بيض أنس يتمايلن بحمر الحلل إذن سيذوقون المنايا كما ذاق العسل. لماذا؟ شاهدوا الجنة كشفا فرأوها رأي عين بأبي أقمار تم خسفت بين الصفاح، وشموسا من رؤوس في بروج من رماح، ونفوسا منعت أن ترد الماء المباح، جرعت كأسي أوام وحمام قاتلين بأبي ينجم سعد في هبوط وصعود، طلعت من فلك المجد
وغابت في اللحود سعدت بالذبح والذابح من بعض السعود كيف لا تسعد في حال اقتران بالحسين لكن عندها ظل حسين مفردا بين الجموع ينظر لال فيدري من أماقي الدموع فانتظى للدب عنهم مرهف الحد لمو غربه يغري بالفتك نمار الصفحتين وبنفسي فرد الحقيقة أضحى مفردا حلقت عليه عداها آخر يقول أدركوا بالحسين أكبر عيد فغدا في منى الطفوف أضاحي لست أنسى من بعدهم طود عز وعادي مثل سيل البطاحي وهو يحمي دين النبي بعظم بسناه لظلمة الشرك ماحي فتطير القلوب منه ارتياعا كلما شد راكبا ذا الجناح ثم لما نال الظما منه والشمس ونزف الدماء وثقل السلاح أوقف الطرف يستريح قليلا فرماه القضاء بسهم متاحي فهوى العرش للثرى وذل همت برماد المصاب من النواحي ناس تقول حسين بطل من ونينه فارقت روحه وغمضت للموت عينه وناس تقول حسين كلكم تعرفونه صاحب حمية على الحراير والنساوي كان ترد تعرفون حي الأمات هجموا على خيامه وروع الفاطميات وان كان هو حي سمع بالخيام ضجات لازم يثور بغيرته ويحمي النساوي وامر العسكر بن سعد واستحسن الشور وذيك الحراير بالخيام قلوبها تفور لان الزلم والخيل وصلت يم الخدور فرن حواسا للفضاء الشمال ويمين فرت بدهشة صارخة كعبة الاحزان نادي اخويا انها ترهتك والنسوان حرمة وضعيفة حال تبلوني برضغان بس ما سمع صوت الوديعة فتح العين قال يا زينب ذاب قلبي من هالاعتاب ما اقدر ارد الخيل يا اختي عن هالاطناب انها الثلاث مرات ووقع فوق الخدرة يا مصون سهم بقلبي يا حزين مزح شاي امثلت ولا تمكنتني ازغل من كفاي لكن يا اختي تخلوني اموت وما حد وياي جيبي لي سكينة قبل ما يفرق البيت نادت يا نور العين والله تحيرت بي اشبيدي ودي اجي يماك واشوف العلة تلبي وقلبي لفت قلبي وداوي
اغسل يا خويا طبرتك بمدامع العين. لكن ابو علي عنده عذر، رحتن كلكم وخليتون هالحمل على كاهلي، ما اقدر اتحرك من مكاني، نساء واطفال تحول من حولي، تدري الوحدة تزغزغ عزوم الرجاجي، وانا وحيدة وعايلة ومجبل علي باكر يا خويا من الصبح بيتامك نشيل، وانت تظل بهالفلا واحنا ضعيفات، معذوره وخيه قالها بلا تجهيز لازم يتركوني، وباكر تمر بي الضعين او تنظري، وانت وخواتي كان قصدش توصليني، مجبل عليك الليل جيب الفاطميات، وخيه وان كان يمي تقدرين تجين لا باس، وتوصلين المشرعه يا مجسد، وخيه طلع بظلام الليل يستركم، نادت أحي مضايعات لك ضعنا في يد النائبات، حسرى بوادي يا الله السعيد المتوفى، تغمده برحمتك وأسكنه فسيح جناتك، وتجاوز اللهم عنا وعن وعندك نحتسبه يا رب العالمين، اخلف على اهله وعقبه في الغابرين، واربط على قلوبهم بالصبر يا ارحم الراحمين، واجعلنا اللهم واياه ووالدينا ووالديه من اهل دار دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين. والى روحه رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة قبلها صلوات.